الله الرحمن الرحيم. أنا كاتب الشعر مصطفى جعفر. أتكلم النهاردة عن معرض الفنانة أسماء عادل، معرض كوكبنا في قطر. الحقيقة المعرض كان مبهر، معرض يعني المعارض النادرة، يعني ما أفتكرش إن أنا حضرت معرض بالقوة دي من الناحية الفنية أو من ناحية الرسائل اللي بيه. يعني كل لوحة بتدي رسالة وهي لوحة حلوة. دايما اللوحة الحلوة ما بتبقاش رسالتها قوية، واللوحة اللي بتدي رسالة جامدة غالبا ما بتبقاش حلوة. انك تعمل الخلطة من الاثنين هي زي القصيدة الحلوة اللي هي يعني عمل معنى حلو وموسيقى جميلة. فاللوحات اغلبها كده، والتكامل اللي في المعرض نفسه ان هو محدد المشاكل وعامل تدرج ليها وحلولها ايه وسببها ايه، كل ده هتلاقوه في المعرض عن طريق الجوله. لو تاخد الجوله من اليمين كده تلاقي في الاخر النهايه سبب المشكله في اخر لوحه في المعرض. والمعرض قوي جدا، انه حاجه و70 لوحه، وكل لوحه يعني استغرقت فتره كبيره من التفكير والرسم. الحقيقه يعني شابوه للفنانه اسماء عادل، وبالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله من نجاح لنجاح. مين فنانه عادل؟ قول طبعا زوجتي فنانه عشان الناس بيقولوا مش طبعا. يعني انا حبيت ان انا اتكلم بشكل رسمي، لان هي فعلا يعني مش موضوع كده، لا هي فنانه فعلا كبيره بعملها. يعني هي نعم طبعا الحياه بقى مع فنانه في البيت، وانا شاعر اصلا، الحياه يعني ملخبطه. كل الساجين مبقعه والستاير، ويعني كله الوان اكريليك وكده. وانا كمان بحب ارسم، يعني برضو بهدل الحاجات انا لوحدي. وتحياتي لكم جميعا، واتمنى ان انتم تشرفونا بمعرض مستمر لمده اسبوع من النهارده. والنهارده كان يوم الاعلاميين والصحفيين والفنانين، والفتره اللي جايه مفتوحه لكم ان شاء الله. تحياتي. الله يخليك، شكرا جزيلا.